السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في هذا الفيديو التابع لمنصة قرآني. أنا اسمي شيماء بحر، بفضل الله مدربة معتمدة لبرامج الأوفيس التي تشمل الكثير والكثير من البرامج مثل الوورد والإكسل والباوربوينت والأكسس. البرنامج اللي أنا هكلمكم عنه النهاردة هو برنامج الباوربوينت. هذا البرنامج له علاقة طبعا كبيرة وأساسي في البرنامج التأهيلي لإعداد معلمات القرآن والتجويد للأعاجم التابع للمنصة. طب إيه علاقة البرنامج دوت بتعليم الأعاجم؟ طبعا ليه علاقة وطيدة جدا، وهو برنامج أساسي في حصة الأونلاين لأنه يستخدم في العروض وفي جعل الحصة تفاعلية، يعتمد على الرسومات والحركة والألوان. طبعا دي كلها وسائل جذب بالنسبة للطلاب. كورس الباوربوينت أحد كورسات البرنامج التأهيلي لإعداد معلمات القرآن والتجويد للأعاجم. فدلوقتي هبدأ أقول لكم خطة كورس الباوربوينت. يتم تقسيم المحاضرات إلى 8 محاضرات في هذا الكورس. في المحاضرة الأولى بندرس مع بعض كيفية تنزيل البرنامج، سواء على ننزله على الموبايل أو تنزيله على اللابتوب. في المحاضرة الثانية بنبدأ نعرف تصميم الشرائح، تصميم الشرائح يعني في المحاضرة بنعرف تنزيل البرنامج وبنعرف ان هو بقى بيتكون من ايه، نزلناه عرفنا عنه معلومات. بعد كده بناخد في المحاضرة الثانية تنزيل تصميم الشريحة والكتابة على الشريحة. ايه الشريحة دي؟ احد مكونات هذا البرنامج. في المحاضرة الثالثة المفروض إن إحنا بنعمل إدراك صورة، إزاي بندخل صورة على هذه الشريحة. طبعا بالنسبة للكتابة على الشريحة اللي بتحصل في المحاضرة الثانية بتاخد وقت طويل، لأن إحنا بنعرف تنسيقات الكتابة، كل تنسيقات الكتابة. في المحاضرة الثالثة بنبدأ نتدرب على إدراج صورة. في المحاضرة الرابعة إدراج جدول، وبرضه بنتدرب على إدراج جدول وبنعرف كل حاجة عن إدراج هذا الجدول، كيف ندرجه، كيف نضعه على الشريحة وهكذا. في المحاضرة الخامسة إدراك شكل والكتابة عليه. في المحاضرة السادسة إدراج صوت أو فيديو. في المحاضرة السابعة إدخال حركات داخل الشريحة. في المحاضرة الثامنة تحويل ملف الباوربوينت إلى فيديو. كل ده إن شاء الله هنتعلمه، وطبعا الفرق ما بين محاضرة والأخرى أسبوع، بين كل محاضرة والتانية أسبوع، وزمن المحاضرة يعني من ساعة ونص إلى ساعتين حسب عدد المتدربات. وفي الغالب يعني تكون المجموعة عددها مثلا 4 إلى 6. طيب في إيه كمان؟ كده احنا شفنا خطة الكورس، عرفنا ازاي في الـ8 محاضرات بيحصل ايه، وكل محاضرة من دول بنتدرب عليها، قلنا في مدة اسبوعين. عشان كده الكورس يعني اللي هيبدأ من تعلم الباور بوينت من البداية خالص، في نهاية الكورس ان شاء الله هيكون قادر يعمل فيديو ويقدر يكون محترف بإذن الله في الباور بوينت. طيب في ايه كمان؟ هنحاول دلوقتي نوريكم كده مثلا مثال، يعني ازاي ملف في الاخر بحوله مثلا لفيديو، يعني هوصل لايه في الكورس دوت. طبعا المفروض كل طالب بيكون ليه ملف باوربوينت المفروض. نشوف كده مثلا، ادي اهو ادي ملف باوربوينت
ده شكل بكتب عليه، ده إدراك صورة، ده تصميم خلفية، كتابة، كل ده طبعا احنا بناخده في الكورس. المفروض بنعرف ازاي نعمل مثلا أسئلة، ازاي مثلا اعمل ادي اهو مثال الحركات، كل دي كده حركات، ادي ده كده ملف باوربوينت. شوف ازاي طب حولناه لفيديو، حاول اكد لكم دلوقتي ازاي احول. ادي ملف باوربوينت اهو كده قدامنا زي ما احنا شفناه، ملف باوربوينت دي شرائح، ودي ادراك صورة، ادراك كتابة، تصميم خلفية، تصميم كتابة، ده في النهاية تحول لايه، تحول لفيديو. ده ملف عن صورة الفلق. شوف بقى كده ازاي تحول هذا الى فيديو. ادي صورة الفلق اهو، هيا نرى معا كيف تم تحويل هذا الملف الى فيديو. في النهاية وصورة الفلق دي موجودة على قناتي على اليوتيوب، وباقي ايضا الفيديوهات كانت في البداية ملف السلام باوربوينت. عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت تجويد برا نمبر فور. ادي مثلا ادي البداية اهو. انتوا ممكن بقى تشوفوا ان شاء الله صورة الفلق واي صورة اخرى كانت في البداية، اي فيديو موجود على اليوتيوب على قناتي في البداية كان ملف باوربوينت. طيب ان شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع، من يريد الاشتراك في الكورس يقضي معنا باذن الله وقت ممتع في هذا الكورس ويجد الفائدة. وامثلة بقى لناس يعني دخلت الكورس فعلا وفي النهاية عملت تصميمات فيديو موجودة على صفحة المنصة. طيب شكرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.